طيب كابتن سيد، وانت بتتكلم على انه المساله ممكن تكون ضيق الوقت مؤثر في مساله التعاقدات او التجديد، ماتش الاسماعيلي يوم الثلاث، هل من الوارد حسم موضوع عبد الله السعيد واحمد فتحي قبل ماتش الاسماعيلي ولا هتستنى بعديه؟ وارد وارد يبقى بعديه، يعني في شوط اتقطع. زي ما قلت لك ممكن تلاقي نفسك قربت جدا جدا فخلاص الموضوع بينتهي، يعني مش مشكله خالص يعني. لكن ارجع واقول برضو الامور التفصيليه والامور التفاوضيه حتى واللعيب اللعيب اللي عنده تاريخ عندك، يعني انت بتستغل وقت انت نفسك كمسؤول بتبقى مركز فيه جدا في الكلمات ومركز جدا في الدخلات اللي بتتكلم بيها. ونفس الوقت بنفس الوقت برضو الامور عنده هو، يعني فممكن تلاقي نفسك يعني لسه شويه الوقت ده مناسب جدا ان احنا نتكلم، ووقت تاني لا ده مش مناسب خالص، ده مش مناسب خالص بقى، يعني ممكن تبقى طيب مرتبطه اوكي فنيه كمان. تمام، اتقال انه الاثنين او البعض اتكلم منهم على عايز يعمل اعاره للسعوديه الاول عند التجديد، هل ده وارد ولا ده مش مطروح؟ لا هو في عرض فعل لاحمد فتحي، عرض لاحمد فتحي. طبعا في عرض فعل لاحمد فتحي، لكن منين؟ الاتحاد ولا من الاهلي؟ عايز اقول لك ان اول كلمات احمد فتحي كانت اللي انتوا عايزينه، يعني اللي انتوا عايزينه انا ما فيش مشكله بالنسبه لي خالص. عبد الله السعيد ما قالش زي ما الناس قالت ونسبت ليا محادثه مع عبد الله وانه قال لي طب اجدد لكم سنتين وامشي، الكلام ده لم يحدث والله خالص. خالص انت بتحلف والله، دي مساله غريبه جدا والناس خلقت ديالوج فيها. لا لا خالص يعني. فبالتالي ما فيش اي اختلاف في التفاوض لا مع عبد الله ولا مع احمد. بص انت في خلال الفتره اللي جايه هتلاقي في امور يعني اتفاق ما بيننا. الاتفاق ده نهايته ايه بقى؟ هنتم الاعلان عليه. يعني ممكن الاتفاق انت ممكن ما تتخيلوش او ما مش متوقعه مثلا، لكن هو الاتفاق اللي ما بيننا وما بين اللاعب خلاص، خصوصا ان الاثنين يعني مش غراب علينا. طبعا. ولادنا صحيح. بتوع النادي بشكل كبير ونجوم بشكل كبير جدا جدا. صحيح صحيح. تمام؟ لا من الاعمده الرئيسيه. طبعا طبعا. طبعا انا سايب له الفرصة الكاملة انه يعصرك ياخد اللي هو عايزه. لا لا الامور كمان اللي الناس عايزاه. يعني في اسماء بتبقى موجودة في الفرقة مش الناحية الفنية بس اللي بتحكم. يعني في اوقات كتير الناحية الفنية مش هي اللي بتحكم بس. يعني احنا ساعات في النادي كمان بتتكلم على امبارح، وده مهم جدا في الحساب على فكرة. عشان كده هتلاقي سمعتك ومكانتك في مصر وفي الشرق الاوسط او المنطقه العربيه او حتى على مستوى افريقيا مكانه كبيره جدا، لان انت ممكن تتعامل مع لاعب بامبارح مش بكره. يعني وده مهم جدا يعني.